اطلب العلم اخي فهو درب به نور، به ترقى به تحيا عالما حرا فخور. إذا كل هذا أنا أقوله حتى نصل بكم إلى أن الضمائر من الأسماء المبنية، والأسماء المبنية في اللغة أو في النحو لها قاعدة محددة واضحة جدا، لا تتغير ولا تتبدل. هذه القاعدة أسميتها بثلاثية البناء، سأذكرها لكم الآن. أي اسم مبني في الدنيا، ونحن نتكلم عن الضمائر، إذن أي ضمير في الدنيا يعرب بهذه الكيفية، نقول ضمير ثم نوعه ثم مبني على ثم في محل كذا. إذن ضمير نوعه ثم مبني على ثم في محل كذا. مثال على هذا، نقول مثلا مررت به، الهاء ضمير. طب كيف نستطيع أن نعرب هذا الضمير؟ أولا هذا ضمير، طب نوعه ظاهر واضح بارز، إذن ضمير بارز يعني أراه بعيني، هذا نوع. طب هو بارز متصل ولا منفصل؟ يعني الآن يتصل بهذه الكلمة اللي هي الباء ولا ينفصل عنها؟ لا، هو متصل، إذن هذا نوع الضمير. طيب مبني على ماذا؟ مبني على ننظر إلى حركة آخره، حركة آخره نقول به، الهاء تحتها كسر، إذن مبني على الكسر. في محل ماذا؟ في محل جر اسم مجرور، في محل جر اسم مجرور بحرف الجر الباء. أنا يهمني أولا أن نتقن علامة البناء، ثم بعد ذلك سنبدأ في شرح أنواع الضمائر، ثم نذكر كل المحلات الإعرابية لهذه الضمائر إن شاء الله تعالى. يعني أنا سأذكر أمثلة الآن، أفتح الدردشة وأذكر أمثلة. كل ما عليكم أنني إذا نطقت بالضمير عليكم أن تكتبوا لي هو مبني على ماذا، هو مبني على ما ينطق به آخره. حسنا، نقول الآن هيا هو، ها هذا الضمير مبني على ماذا؟ هو آخر حرف في هذا الضمير عليه فتح، إذن هو مبني على الفتح. هي مبني على ماذا؟ مبني على الفتح. هما مبني على ماذا؟ الضمير إذا انتهى بألف يبنى على السكون. ثاني، الضمير إذا انتهى بألف فإنه يبنى على السكون، إذن هما مبني على ماذا؟ مبني على السكون. طب نقوم بصياغة الأمر بشكل أفضل على هيئة جداول. إذن نقول أنا، ها أنا مبني على الفتح ولا السكون؟ هذا ضمير منتهي بألف، إذن هو مبني على ماذا؟ مبني على السكون. نحن، هذا ضمير مبني على الفتح ولا الضم ولا الكسر ولا السكون؟ مبني على الضم. هو، هذا ضمير مبني على الفتح ولا الضم ولا الكسر ولا السكون؟ هو مبني على الفتح. أنا أريد من الجميع أن يشارك، وسنغلق الدردشة بعد قليل، لكن هذا شيء لابد منه حتى يتأكد من الفهم عندكم. طيب هي، ها مبني على الفتح ولا الضم ولا الكسر ولا السكون؟ طيب هم، هم أي ضمير ينتهي بميم جمع الذكور تلك؟ إذن هو مبني على ماذا؟ مبني على السكون، الميم مبنية على السكون. طب هن، هذا الضمير منتهي بنون جمع إناث، إذن هو مبني على ماذا؟ مبني على الفتح. هما منتهي بألف، إذن هذا مبني على ماذا؟
ها مبني على السكون لأنه منتهي بألف، فكل ضمير إن انتهى بألف يبنى على السكون. طيب أنت مبني على ماذا؟ مبني على الفتح. طب أنت أنت مبني على ماذا؟ مبني على الكسر. طب أنتم مبني على ماذا؟ مبني على السكون. طب أنتن مبني على ماذا؟ على السكون. طب أنتما مبني على الفتح، أقصد أنتما مبني على السكون لأن في آخره ألف. طب كتبت، التاء هنا ضمير مبني على ماذا؟ طب كتبت، هذا ضمير مبني على ماذا؟ كتبت. طب كتبت، هذا ضمير مبني على ماذا؟ على الفتح صح. طب كتبتن، تن، هذا ضمير مبني على ماذا؟ تن ضمير مبني على ماذا؟ مبني على الفتح. كتبتم، كتبتم، تم، تم، ها منتهي بميم جمع الذكور، إذا الضمير هنا مبني على ماذا؟ مبني على السكون. طب كتبتما، تما، هذا الضمير مبني على ماذا؟ مبني على السكون صحيح. تما، تما مبني على السكون. طب كتبنا، هذا الضمير النون مبني على ماذا؟ على الفتح. كتبنا، نا، نا، النون عليها ماذا؟ عليها فتح. طب كتب، هذا الضمير ألف أصلا صح؟ طب هذا الألف عليه ماذا؟ مبني على السكون، كل ضمير ينتهي بألف فإنه مبني على السكون. طب كتبنا، كتبنا، نا هنا مبني على الفتح ولا السكون؟ أي ضمير ينتهي بألف فهو يبنى على السكون. كتبوا، هنا واو الجماعة مبنية على الضم أو مبنية على السكون؟ واو الجماعة دائما تبنى على السكون. تكتبين، الياء دائما تبنى على السكون. تكتبين، الياء دائما ياء المخاطبة تبنى على السكون. كتبنا المعلم، كتبنا المعلم، هذه المفعولين تبنى على الفتح ولا السكون؟ تبنى على السكون أيضا صحيح؟ لا، كتب، كتبنا المعلم، نا مبنية على السكون، كل ضمير ينتهي بألف يبنى على السكون مباشرة. طيب عندما أقول كتابي، الياء هنا مبنية على الفتح ولا مبنية على السكون؟ كتابي، ياء المتكلم هنا طيب أنتم الآن ما شاء الله عليكم، نغلق الدردشة الآن، أنتم الآن تفهمون مبني على ماذا صح؟ نقول
كل ضمير يبنى على ما ينطق به آخره. يعني في هذا الجدول الذي رأيتم أنا مبني على السكون لأنه ينتهي بألف، نحن مبني على الضم لأنه ينتهي بضم، هو هي هن مبني على الفتح، هم هما مبني على السكون، أنت مبني على الفتح، أنت مبني على الكسر، أنتم مبني على السكون، أنتن مبني على الفتح، وأنتما مبني على السكون، كتبت مبني على الضم التاء، التاء في كتبت مبني على الكسر، التاء في كتبت مبني على الفتح، التاء في كتبتن تن مبني على الفتح، التاء في كتبتم مبني على السكون تم، التاء في كتبتما بالتفصيل إن شاء الله تعالى. كتبتن، النون هنا مبنية على الفتح، كتب، الألف هنا مبني على السكون لأنه ألف، كتبنا، نا هنا مبني على السكون، كتبوا، الواو هنا مبنية على السكون، تكتبين، الياء مبنية على السكون، كتبنا المعلم، نا مبني على السكون، وكتابي هنا مبني على السكون. اطلب العلم أخي فهو درب به ترقى، به تحيا عالما حرا فخورا.